روى ابن القيم الجوزية أنه كان في الحجاز فتيان، أما أحدهما فاسمه صخر، وأما الآخر فاسمه هبيرة. وكان الفتيان على درجة كبيرة من الدهاء واتساع الحيلة، وذات يوم اجتمع الفتيان للتفكير في صيد جديد، فقال الصخر لهبيرة: إن أم سالم البلوية امرأة غنية وتملك كثيرا من حوائط النخل، تدر عليها كل عام الغلات الوفيرة، وأنها مشهورة بالسماحة والبله، وإني لمقدم على نصب شرك تقع فيه، ونضطر لتغريمها مالا كثيرا دون أن تجد ملجأ للاستنجاد بالقضاء أو الفرار من الدفع. فوافق هبيرة أن ينساق مع صخر في حيلته، وأخرج صخر 100 دينار ذهبية ووضعها في كيس، وسار مع زميله إلى بيت أم سالم، واستأذن الفتيان فأذن لهما. فتقدم صخر من أم سالم وقال: أمه، نحن خليطان في بيع الطعام الوارد من الشام، وقد ربحنا من ذلك 100 دينار، وقررنا تأمينها عندما نثقه ريثما نسافر إلى الشام لاستيراد الطعام، ونعود فنسترجع ما أمناه. وأنت يا أمه موضع ثقة الخاص والعام، والمستودع الأمين الذي لا تحوم حوله الريب، فالتمس المثوبة من الله بقبول هذه الوديعة، على أن لا تسلميها لأحدنا إلا بمحضر صاحبه. وقبلت أم سالم ما عرضه عليها الأخوان أو الخليطان صخر وهبيرة، وقبلت أن تأخذ هذه الوديعة على ألا تسلمها إلى أحدهما إلا إذا أحضر الآخر معه. ومر عام فإذا بصخر يحضر إلى مكان أم سالم ليدعي أن زميله هبيرة قد مات، وراح صخر يؤكد لأم سالم أنه قد تكلف جهاز زميله الراحل، وأنه قد بذل من ماله النفيس لعائلة الفقيد، وطلب صخر من أم سالم أن تدفع إليه الأمانة، فاعتذرت أم سالم. فظل صخر يحاورها ويؤثر عليها حتى لانت ووافقت على دفع الأمانة إلى صخر. وما مرت أيام 3 حتى خرج إلى حيز الوجود هبيرة، فما مات هبيرة ولا صدق صخر في زعمه أنه مات. وطلب هبيرة المال من أم سالم، فاعتذرت بأنها إنما قد دفعته لصاحبه، ولكن هبيرة أصر على حقه في أن يستلم الوديعة